القوانين واضحه وصريحه وخرجت من اجل تطبيقها. إلا لكن ما قيمه هذه القوانين دكتور هيثم؟ ما قيمه هذه القوانين التي نستتم بها دكتور؟ ما قيمه هذه القوانين وما قيمه هذه المنظمات وما قيمه وجودكم فيها اصلا اذا لم تكن فاعله؟ يعني انت تحاول ان تقفزني او انا لم افهم سؤالك. ماذا يعني هذا السؤال؟ ماذا يعني هذا السؤال؟ يعني واضح يعني السؤال. ما قيمة هذه المنظمات؟ ما قيمة هذه القوانين؟ إذا كانت الناس تذبح يوميا، إذا كانوا الأطفال يذبحون يوميا. يعني سنمضي بهذا الاتجاه، أنا أعتذر، أنا سأخرج من المقابلة. لماذا تخرج يعني؟ ما الخطأ في السؤال؟ ما الخطأ في السؤال؟ غادر. شنو الخطأ بالسؤال إذا نتحدث عن مئة عن آلاف الشهداء من الأطفال؟ ما قيمة وجودكم فيها يا عرب؟ ما قيمة وجودكم فيها؟ قاعدين شو بتسوون؟ تاخذوا الرواتب انتو؟ ايش قاعد تسوون؟ وإلا حكوماتكم مطبعة وقاعدين اللي بالأمم المتحدة. ما وجودكم إذا تحدثون الآن على شاشات الإعلام وتقولوا لي والله الأمريكان مسيطرين على الأمم المتحدة، مو أنتم أعضاء في الأمم المتحدة يا دول إسلامية، يا دول عربية، يا دول المفروض عندكم إنسانية تتحدثون الآن في الأمم المتحدة. لماذا لا تنسحبون من الأمم المتحدة؟ إذا شافوكم خانعين بهذه الطريقة فأكيد لا يتخذ أي قرار، لا يتخذ أي قرار. أنا ما أعرف شنو اللي أزعج ضيفي ممثل المجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعني ليهرب بهذه الطريقة من هذه الأسئلة. إذا كنتم أنتم غير قادرين على هذه المسؤولية انسحبوا، انسحبوا منها. أما إذا كانت دوافعكم غير دوافع هذا الشكل آخر. الآن نحن في حرب، وفي حرب علنية، حرب على البشرية جمعاء. الحرب الآن ليست على فئة معينة، حرب على البشرية جمعاء. وإلا كيف تفسر قتل الأطفال في غزة؟ كيف تفسر قتل الأطفال في الضاحية؟ هل الأطفال مقاتلون الآن؟ كيف تفسر أنه المسؤولين الصهاينة يعني يمثلون الإنسان اللي هو مثلك ومثل أي شخص آخر، يمثلون بأنه حيوان بشري وبالتالي يعطون الشرعية لقتله وقتله بهذه الطريقة البشعة؟ كيف تفصفون قصف المستشفيات؟ وزير الصحة اللبناني يتحدث عن 3 مستشفيات أخرجت عن الخدمة بسبب قصفها، المستشفيات التي قصفت في غزة. كيف توصفون قتل الطواقم المدنية التي تساعد الجرحى؟ كيف توصفون منع الإسعاف من الوصول إلى الجرحى المدنيين؟ حتى مو العسكريين، المدنيين، حتى مو المقاتلين، يمنع الإسعاف من الوصول إلى الجريح. ما هي قوانينكم؟ شنو هاي القوانين اللي حاطينها؟ عن أي قوانين تتحدثون؟ عن أي قوانين؟ قوانينكم على الورق، على الورق لا تغني ولا تسمن من جوع. فلتذهبوا أنتم وقوانينكم إلى الجحيم. ومن يؤمن بهذه القوانين الآن في هذا الوقت فهو غبي، فهو حمار، فهو لا يفهم ماذا يجري. القانون الذي يطبق يجب أن يطبق على كل الدول وعلى كل الأشخاص. لماذا لا يطبق على الصهاينة؟ لماذا لا يطبق على الصهاينة؟ لجبن العرب، لجبنكم يا جبناء، كشرتوا أنيابكم على العراقيين وعلى السوريين وعلى السودانيين وعلى اليمنيين وصرتوا رجال، والآن جبناء، جبناء. الآن تساندون الصهيوني لقتل المسلمين. عن أي قوانين تتحدثون؟ عن أي ممثليات تتحدثون؟ عن أي فنادق تسكنون بيها؟ عن أي فساد؟ عن أي جبن يا جبناء؟